عايزة اطمن كمان على الجو، بيقولوا ان بكرة هيكون اول يوم امطار في الشتاء، اول يوم امطار في فصل الشتاء اللي احنا خلاص اهو يعتبر ان احنا دخلناه. هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده غير صحيح؟ طب الشتاء اللي جاي ده اخباره ايه؟ هيبقى برد قوي؟ هيبقى متوسط؟ كل مرة بنسمع ان الشتاء اللي جاي هيبقى ابرد من اللي فات، فتعالوا نتأكد اكتر من التفاصيل دي. معانا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي لمكتب الارصاد الجوية. يا دكتورة اهلا بيكي يا استاذه اميره، واهلا اهلا بكل وسهلا. الساده المشاهدين. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك، طمنينا بكره في مطر فعلا؟ بالفعل يمكن حذرت الهيئه العامه للارصاد الجويه عن اول حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه لفصل الخريف، والحاله دي هتكون مؤثره بشكل كبير لان كميات الامطار فيها هتكون مؤثره في بعض المحافظات، خاصه المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن كمان احنا اصدرنا تحذير عالي الخطوره لبعض المحافظات زي محافظه مطروح، محافظه الاسكندريه والبحيره، لان الامطار هتكون عليهم امطار ما بين المتوسطه الى الغزيره والرعديه احيانا، طبعا بتكون على فترات متقطعه من اليوم، ويمكن الامطار هتشمل اغلب محافظات شمال البلاد لكن بكميات مختلفه. طبعا دي نتيجه أمطار غزيرة ولا أمطار متوسطة يا دكتور؟ الامطار في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط تحديدا في مطروح والاسكندريه البحيره كفر الشيخ من المتوسط الى غزير ورعد. الامطار في المحافظات الداخليه هنلاقيها في جنوب الوجه البحري زي المنوفيه الشرقيه، مناطق كمان من القاهره الكبرى، الامطار دي ما بين الخفيفه الى المتوسطه، فشده الامطار هتختلف من محافظه لمحافظه. طيب لكن ناكد تاني على المحافظات الساحليه لان هي اكثر محافظات تاثرا بكميات الامطار وبالحاله الجويه دي. الامطار طبعا بتشمل المحافظات الداخليه لكن يعني كميات الامطار لا يستهان بها في المحافظات الساحليه من المنطقه الغربيه بالظبط. طيب الشتاء اللي احنا داخلين عليه ده شتاء برد قارس ولا برد هنقدر نستحمله؟ احنا كل سنه بنسمع نفس المقوله ان الشتاء اللي جاي كل هو سنة هيكون صح. شتاء قارس البرود، ايوه مش معداش علينا قبل صح كده لكن تماما صح لان احنا كمان لسه بيفصلنا عن البدايه الرسميه عارفة لفصل حضرتك الشتاء. المجتمعات الجديدة احنا عمالين بنعلى في مستوى الأرض، فبرد قوي، هي فيعني طبعا المدن الجديدة المدن بالفعل الجديدة فيها برد درجات جدا. الحرارة بالفعل، يعني بس الواحد احنا بينزل عندنا مصر فترة الجديدة الهجرة أو ينزل المهندسين أو الزمالك يلاقي الله ما الجو حلو أهو، أدفى، لا جو أدفى أدفى شوية أدفى عن السنين بكتير، الجديدة لكن المدن بالفعل. الجديدة برد جدا. هي يعني المحافظات اللي بيكون لها طبيعة صحراوية أو بيبقى فيها أماكن مفتوحة بشكل كبير أو المناطق دي، زي حتى كمان هنلاقيها في محافظات الشمال الصعيد بتبقى واضحة ايوه بشكل كبير، الصغرى فترة الليل بتنخفض، فبالتالي دي الطبيعة الجغرافية بتاعتها بتلاقي البرودة موجودة فيها بشكل مؤثر فترات الليل، لكن دي طبيعة الفترة دي من السنة لأن إحنا خلاص بدأنا النص الثاني من الخريف اللي بتبقى سماته اقرب شويه لسمات فصل الشتاء الشتاء، يعني بيكون انخفاض في الحراره، فرص الامطار بتتكرر فيه دايما، بس هو مهم ناخد بالنا خلاص نوعيه الملابس لازم يعني تكون هيبقى زي الملابس الشتاء اللي الخفيفه. فات كده مثلا، هو نفس الشتاء اللي المستوى. فات كان دافي شويه في اللي كانت قبل الشتاء اللي فات، احنا لو نفتكر ان هو كان دافي كان نوعا دافي ما سنة. لكن دايما في فصل الشتاء بنتعرض لمواصلات قيام درجات الحراره، طيب احيانا موضوع تقطيع الشعر، واكيد قبل فصل الشتاء بوقت كتير بيان لفصل الشتاء بيوضح فيه الطبيعه اللي هتبقى موجوده في فصل الشتاء والتنبؤات ممكن دقتها تبقى اعلى. يعني نبتدي ننتقل يا دكتورة، طبعا فترات نبتدي كتير ننتقل متاخره خلاص، الامطار ابتدوا بقت تقلوا نادره بقى جدا خلاص. الملابس الخفيفه. الصيف الصيف ماشي، الصيف ماشي، طبعا نتقل طبعا بقى اكيد خلاص. دكتورة اكيد منار غانم اكيد انا بشكرك جدا على المداخلة. الصيف خلص، خلي بالكم وابتدوا تقلوا في اللبس، وتقلوا تقلوا في اللبس وتقلوا لاولادكم، وخير ان شاء الله يطلع. يا ريت يطلع شتاء زي الشتاء اللي فات، كان شتاء هادي وجميل وكان دافي سنة، يعني يا ريت يبقى كده ان شاء الله. طيب